طبعا في عندنا موضوع مهم عن الجوين والروليت، يعني كيف احنا نقوم بانشائهم. هذه العلاقات بتتم بين الطبقات والمعالم. ممكن يكون عندنا ملف اكسل في مجموعة قيم، هاي القيم بنقوم بتحويلها لتابل على الار جي اس برو، بعدها بنقوم بضم هذا الجدول او التابل لاي طبقة ومن ثم نسخ البيانات. مثلا لو في عندنا عدد قطع اي حي موجود عندنا، بمعنى ان 4 احياء بدنا نعرف عدد قطع كل حي. في عندنا جدول اكسل موجود عندنا كود البلد، رقم الحي واسم الحي وعدد القطع. عشان نقوم بعملية الجوين ضروري جدا يكون في حقل متشابه بين جدول الاكسل وبين الطبقة الموجودة عندنا في الار جي اس برو. فاحنا نقوم ببناء كود للاحياء من جدول الاكسل ومن الار جي اس برو. الكود بتكون اول اشي اختصار البلد زائد كود البلد او رقم البلد يعني، ونضيف كمان هاي الاشارة، ونضيف رقم الحي. صار في عنا الكود الخاص لكل حي. احنا هيك بنيناه من خلال برنامج الاكسل. نعمل كنترول اس حفظ هذا الجدول، ونقوم ببناء كود الاحياء. قمنا بفتح التابل الخاص بالسيكتور او الاتريبيوت تابل الخاص بطبقة الاحياء، موجود عنا هون الكود. طبعا احنا كيف نقوم ببناء الكود زي ما بناء على الاكسل. لنفرض ان القيم الموجودة عندنا هون 0، بنروح على هذا الحقل نعمل رايت كليك وفيلد كالكوليت او كالكوليت فيلد، نعمل سيف على اي حركة احنا كنا بعملها، نقوم ببناء الكود من خلال لغة الاركيد. في البداية بنضيف رمز البلد زائد رقم البلد، بنضيف هاي الإشارة وبعضها بنضيف رقم الحي. نتحقق من هذا الكود صحيح 100%، نعمل أوكي. فمنلاحظ هذا الحقل او قيم هذا الحقل مشابهة للقيم الموجودة عندنا هون. احنا القيم المطلوبة منا اللي هم عدد القطع. هذا الحقل القيم الموجودة هون بدنا نقوم باضافتها على طبقة الاحياء. في البداية بنقوم احنا بتحويل الجدول الاكسل الى تيبل من خلال صندوق الادوات. بنروح على هاي مجموعة الادوات او صندوق الادوات الخاص بالتحويلات. في عنا أدوات خاصة بالإكسل، ندخل على أداة الإكسل to table، نختار طبعا ملف الإكسل، أي ملف الإكسل، ونختار مكان الأوتبوت للتابل. طبعا باي ديفولت بكون موجود داخل الجيو داتابيس موجودة عنا. إذا في عنا شيت بنختار الشيت الخاصة، بعدها بنضغط على run، فبتم تحويل الإكسل لتابل. بعد ما قمنا بتحويل الاكسل الى تيبل نقدر نفتح هذا التيبل، نعمل open، بيظهر عندنا جميع القيم. هذول القيم من خلال هذا الحقل، وهو الحقل المهم يتم ربطه بين طبقة التيبل مع طبقة السيكتور. بنروح على طبقة السيكتور، نعمل رايت كليك، بعدها بنختار join and relate، نختار اضافة ضم بيانات add join. موجود عندنا هون اسم الطبقة اللي هي السيكتور، بنختار الحقل اللي هو كود سيكتور، بنختار ايضا اذا كان عندنا اكثر من جدول بنختار الجدول المطلوب. بعدها بيظهر عندنا جميع الحقول الموجوده في هذا الجدول، نختار الحقل المطلوب او اللي بدنا اياه اللي هو هذا الكود سيكتور. نترك باقي الاعدادات زي ما هي، بنعمل اوكي، بنقوم بفتح
الاتريبيوت تيبل الخاص بطبقة الأحياء بيظهر عندنا في نهاية الحقول، الحقول اللي تم ربطها من جدول اللي حولناه من إكسل لتيبل. إذا عدد قطع الحي لرقم 1 26، نقدر هون نكتب إحنا 26، وهون 30 66 و90. لكن في حال كان عندنا أكثر من حي، لو نفرض إنه في عندنا أكثر من 1000 حي، فهاي العملية بتكون طويلة وصعبة جدا. فإحنا بهاي الحالة شو بنعمل؟ بنروح على رايت كليك على هذا الحقل وبنعمل فيلد كالكوليت. بيجي عندي هاي الرسالة إن أنا قمت بالتحرير على بعض المعالم، فبقدر أعمل سيف أو عدم حفظ. بنروح على المربع الخاص بكتابة الإكسبريشن الخاص بهاي اللغة الأركيد، نمحي هاي الجملة، نحكي له إن إحنا بدنا القيم الموجودة بالحقل اللي اسمه عدد القطع. عندنا عدد القطع هون في قيم، نقوم بنقل هدول القيم على هذا الحقل. طبعا هاي السيكتور بارسل نو يساوي، نحكي له الحقل عدد القطع، نعمل اوكي. فبنلاحظ انه تم نقل جميع قيم هذا الحقل في هذا الحقل المطلوب. احنا هون قمنا بعمل جوين. طبعا عملية الجوين بتتم من خلال جدول السمات او البيانات الوصفية للمعالم، لكن عملية الريليت بتتم من خلال الاستعلام. نقوم بالغاء عملية الجوين، رايت كليك على الطبقة على هذا الخيار، بنعمل ريموف جوين او ريموف لجميع عمليات ضم البيانات. فرجعوا الحقول الأساسية. بعد الانتهاء من الجوين في عنا الريليت. طبعا الجوين خاصة للبيانات الوصفية أو سمات أو جدول السمات الخاص بالمعالم، لكن عملية الريليت بتتم من خلال الاستعلام. كيف يعني؟ أنا بقدر أرجع على نفس الطبقة وأعمل إضافة علاقة جديدة واختار التيبل والحقل المطلوب او الحقل المتشابه بين الطبقتين، نعمل اوكي. تم انشاء هاي العلاقة. لكن هاي العلاقة كيف انا بقدر اشوفها؟ بدي اقوم باغلاق جميع الطبقات فقط طبقة السكتور. لو قمت من خلال تبويبة الماب والاداة الخاصة بالاستكشاف، اختار هذا الاسلوب الخاص بالاستعلام، اي طبقة محددها انا بقدر استعلم عنها. فظهر عندي هذا الفيتشر اللي هو الحي رقم 4. في عنا هون سهم، هذا السهم لو ضغطنا على هذا السهم بيظهر عنا الجدول اللي تم ربطه في طبقة الاحياء. نضغط عليه فبيعطينا انه الحي رقم 4 عدد القطع 90 قطعة. فهذا السجل او هذا الريكورد الموجود عندنا هون اللي هو في الرقم 4، هاي رقم 4، نرجع على التابل، جميع هذول البيانات الخاصة بالريكورد الخاصة بالسجل الموجود عندنا هون احنا شهدناها من خلال اداة الاستكشاف بهاي الطريقة. طبعا هذا الحي الرابع، لو رحنا على حي تاني مثلا هذا الحي، بيظهر عندنا هون الحي الثالث، الحي الشرقي. هذا المقصود بإنشاء علاقة أو الاد ريليت. الجوين بيكون فقط على البيانات الوصفية أو سمات المعالم. في عندنا موضوع آخر في الجوين، في عندنا إشي اسمه ضم بيانات مكانيا، سبيشال جوين. طبعا السبيشال جوين هاي بتتم من خلال اداة موجودة في صندوق الادوات، بنروح على الجيو بروسيسنج، بنختار ادوات التحليل، بعديها مجموعة ادوات التراقب الاوفرلي. في عنا اشي اسمه سبيشال جوين. لنفرض انا في عندي طبقة المباني، نفتح الاتريبيوت الخاص بالمباني، هاي جميع الحقول الخاصة في المباني. بدي أنا أقوم إضافة حقل جديد اللي هو البارسل نمبر، لكن هذا الحقل بدي أضيفه أنا
بده يتم إضافته مع البيانات الموجودة فيه من خلال طبقة القطع. لو رحنا على طبقة قطع الأراضي، هاي عنا رقم القطعة، بنضيف هذا الحقل على طبقة المباني. بما أنه الإضافة راح تكون عن طريق اللوكيشن أو مكانيا يعني، فبنستخدم الأداة الخاصة بالسبيشال جوين. بعد ما كنا بنفتح أداة الضم المكاني، نحكي له إحنا في عنا طبقة المباني هي طبقة الهدف، طبقة قطع الأراضي هي اللي بده يتم أخذ البيانات منها. عنا هون الأوتبوت الاسم ومسار الحفر، هون العملية الضم كيف تتم هاي العملية، واحد لواحد أو واحد لأكثر. إحنا بنختار الخيار الأول زي ما هو. أيضا في عنا هذا الخيار مهم، خصائص التطابق كيف يتم النقل، يعني إذا طبقة المباني تقاطعت مع هاي طبقة القطع بتم نقل المباني. في عندك الكثير من إعدادات التطابق ممكن تكون الأقرب، يعني إذا كانت البناء بعيد عن أو لا يقع داخل قطعة الأرض، فبتم أخذ البيانات لطبقة المباني من أقرب قطعة أرض. طبعا في عندنا كثير زي ما حكينا، في عندنا كثير خيارات للتطابق، احنا بنختار الانترسكت. بترك لكم المجال تجربوا باقي الخيارات. نقدر نضيف البحث من خلال نصف القطر أو نقدر نتركها فاضية. وفي عندنا خيار مهم اللي هو الحقول. أنا ما بدي جميع الحقول، طبعا الحقول بتيجي بالترتيب، أول حقول بتكون الحقول الخاصة بالتارجت فيتشر، وبعد حقول المباني بيجي عندنا الحقول الخاصة بالبارسل. أي حقل ظهر بهذا الشكل شحطة واحد بكون موجود هذا الحقل هون، هاي سيكتور نو، هذا الحقل موجود في المباني وموجود أيضا بطبقة قطع الأراضي، فبيتم كتابته بهذا الشكل. لذلك أي حقل أنا ما بدي إياه لطبقة المباني الجديدة بقوم بإلغائه. أنا فقط بدي رقم القطعة اللي هو بارسل نم، فبقوم بإلغاء جميع طبقات طبقة قطع الأراضي، فقط بضلنا على حقل واحد اللي هو البارسل نم. نضغط على رن، فبيظهر عندنا طبقة جديدة بهذا الاسم. لو رحنا على الاتريبيوت تيبل موجود عندنا 275 بناية، نفس العدد الموجود عندنا في الطبقة الأصلية 275، لكن الحقول هي اللي بتتلف. هي عندنا آخر حقل هون بارسل نمبر، لكن في هاي الطبقة الجديدة آخر حقل اسمه رقم القطعة. فأنا هيك كنت باستبدال طبقة جديدة عن من طبقة المباني الأصلية، لكن بإضافة حقل جديد. وهيك احنا بنقوم بنقل البيانات مكانيا. إذا أنا بدي رقم القطعة يظهر في هذا الحقل فقط، بقدر أعمل رايت كليك وكالكوليت فيلد، وبنختار لغة البرمجة، بنروح على مربع الإكسبريشن اللي احنا بدنا نكتبه، بنختار الحقل اللي اسمه رقم القطعة، يعني الحقل بارسل نمبر يساوي الحقل بارسل نم. نعمل اوكي، فبتم نقل بيانات او قيم هذا الحقل لهذا الحقل. هذا الحقل بطل له لزوم، فبقدر انا اقوم بالغائه، نكبس رايت كليك ومن ثم ديليت.